وهذا سائل يقول: عندنا مسجد مبني في مقبرة، وقام المسؤولون عنه بوضع فتوى تجيز الصلاة فيه. نعم. يقول: عندنا مسجد مبني في مقبرة، وقام المسؤولون عنه بوضع فتوى تجيز الصلاة فيه، ومما في هذه الفتوى جواز الصلاة في المقبرة للضرورة. وكذلك إذا أردنا الاستفسار على هذا المسجد يقول لنا الإمام: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. السؤال: هل يوجد من أفتى بجواز الصلاة في المقبرة من أهل العلم؟ وهل نستطيع الصلاة فيه ويكون الإثم على صاحب الفتوى؟ وهل يجب علينا السكوت على مثل هذا الأمر كما يقول الإمام؟ أفيدونا حفظكم الله. الفتنة هي الصلاة في القبور، فمن دعا إلى الصلاة في القبور فقد أيقظ الفتنة. وليست الفتنة النهي عن الصلاة في القبور، هذه هي السنة. السنة النهي عن الصلاة عند القبور، والأمر بالصلاة عند القبور هذا هو الفتنة. فالذي يأمر بالصلاة عند القبور هذا هو الذي أيقظ الفتنة النائمة والعياذ بالله. لكن هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا تجوز الصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وقال: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وينهى الجاهل الغافل عن هذه الأحاديث؟ والله وسع الأرض، نصلي في الأرض الواسعة، أرض الله واسعة، ما ضيقت إلا في المقبرة، نصلي في المساجد الأخرى التي ليس فيها قبور، وإذا لم يوجد نصلي في البيت، في بيت من البيوت نخصصه للصلاة، نجعله مسجد نصلي فيه حتى ييسر الله بنا مسجد للمسلمين. الصلاة في القبور لا تجوز وليست ضرورة كما يقول هذا الجاهل. الله وسع الأرض، ما حصرنا على الصلاة في القبور، وسع الأرض، أرض الله واسعة، نصلي في البيوت، نصلي في البر، نصلي في أي في المساجد الخالية من القبور وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.